تحت عنوان استراتيجيات التفكير الإبداعي وإدارة الوقت والأولويات، أقيم في نادي شباب العروبة ندوة تضمنت عدة محاور ومنهجيات هامة لتطوير الأسلوب والتفكير. اليوم نحن رح نتناول موضوعين كتير بهموا فئة الشباب، اللي هن استراتيجيات التفكير الإبداعي هي المحور الأول، والمحور الثاني هي إدارة الوقت والأولويات. هلأ ليش التفكير الإبداعي؟ لأنه نحن حاليا بسوريا بمرحلة الأزمة بينقصنا كتير من الموارد، فالمورد الموجود عندنا حاليا هن مورد الشباب، واللي كمان في جزء منهم غادرنا مع الأسف، فنحن بدنا نحافظ على المورد الموجود وبدنا نستثمره بأعلى جودة وبأعلى قيمة. لكن لنقدر نستثمر هذا المورد بدنا نأهله. كيف بدنا نأهله؟ بأنه نعلمه بعض التقنيات مثل استراتيجيات التفكير الإبداعي وبعض مهارات النجاح الأخرى. الحضور أكدوا أهمية هذه الندوات نظراً لما تحمله من معلومات وطرق مساعدة لإدارة الحياة والتنظيم. أنا حضوري اليوم جاية لحتى أحضر ندوة الدكتورة لبنى بشارة لتشجيع العمل الثقافي اللي نحن هلأ ننتجه فيه كتير للشباب، ونحن يعني بنحكي كفنانين نحن داعمين دائما لتوجيه الشباب للعمل الثقافي، العمل الفني، العمل الإداري. اليوم نحن في معرض تحضير لورش التدريب لبنى بشارة، طبعا كرمتنا الدكتورة لبنى بحضورها، راح تقدم لنا اليوم ورشة عمل عن استراتيجيات التفكير الإبداعي. طبعا تم التحضير والتنسيق مع الدكتورة، ومشكورة طبعا لحضورها إلى مدينة حلب لتقديم هذه الورشة. معلومات قيمة وطرق حديثة خلال الندوة، إضافة للتعريف في عناصر العمل الإبداعي وتحقيق المنفعة المتبادلة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.